في هذا المكان صار إكسبو عام 2005، كان هنا في ناغويا، وفتحوا فيه جيبلي بارك. بعد أنا في الأساس جيت عشان حديقة جيبلي، بس بروح متحف الإكسبو أول بعدين بروح حقة جيبلي. والسعودية شاركت في هذا الإكسبو، فالمفروض أنه داخل المتحف في أشياء حقة السعودية. وصلت عند المتحف هذا الأخضر اللي هناك، لحظة دحين يطلع، هذا كان شعار الإكسبو. المعرض طلع مجاني، أتوقع هنا أنه حاطين أشياء كانت موجودة في كل ركن، يعني هذول مثلا مكتوب إنها من قطر، هذا المزهرية اللي وراها من كوريا، المصباح هذا من المغرب، قطر، بنغلاديش، زيمبابوي، مصر، إندونيسيا، ليبيا، اليمن، الأردن، مكتوب إنها أحجار الصحراء. تشبه هذيك الآلة الموسيقية اللي طاحوا فيها. خنشوف اللي بعده. هذا البنز حقة الدول اللي شاركت، فيها علم كل دولة مع علم اليابان، وطبعا شوفوا الفخامة. سعودية عربية. في بعد قطر، مصر، السودان، ليبيا، اليمن، الأردن، المغرب، كوريا، المكسيك، الصين، البرتغال، باكستان، كينيا، إندونيسيا. أغلبها بنفس هذا الشكل، بس في بعضها مختلفة تجي زي كذا. هذولي حقهم مرة غير، حقت آيسلند. الإكسبو كان عام 2005 من 25/3 إلى 25/9. هذه الغرفة اللي هنا فيها رسومات أطفال، والحلو إنه مو كلهم من اليابان، في بعضهم من خارج اليابان. هذه مثلاً مكتوب كاي جاي شوغاكو، وهذه كوكوناي شوغاكو. هنا في بعد مقتنيات حقت الإكسبو. هنا في أجهزة حاطين فيها صور من الإكسبو أول ومقسمينها، يعني مثلا هذه الآلات الموسيقية، هنا في التماثيل، هنا في بعض الصور. إن شاء الله حصل شيء للسعودية صراحة، هذا هدف اليوم. هنا عارضين بعض المقتنيات اللي كانت موجودة وكانت تبع أي ركن. هذا مثلا الصندوق كان في ركن قطر، هذا الجرس كان في الصين، ليبيا، هذه كانت معروضة برا في الصناديق اللي برا، الهند، أمريكا، أخيرا سعودية عربية. هذا القطع حاطينها ضمن يعني قسم الزينة، وهذه صورتها داخل المعرض. والمشكلة فين؟ التعريف اللي حاطينه تحت. أول شيء كاتبينه عن السعودية، تم اكتشاف النفط فيها قبل 70 سنة. خلاص خلص النفط ومذباتها وما خلصت. هذه بعد أحد القطع اللي كانت في ركن السعودية، وهنا حاطين صورة الركن من برا. بس صراحة أحس اللي كان في أوساكا أحلى من كذا بكثير، كان شكله من الخارج أحلى من هذا. أوكي لقيت طريقة أسهل، هذا مقسم على حسب المدن، فنروح سعودية عربية. أول شيء موجود في السعودية سكيو سامبرو، يعني عينات من النفط. خلينا نشوف عينات النفط. هذا 3 أشياء بس اللي حاطينها، هذا النفط وهذه والباب. أوكي هذا شكلها مرة يفجع. هذه خريطة المكان لما كان الإكسبو موجود، مقسمينه مناطق. طيب وهذولي هم كل منطقة فيها مجموعة من الدول. هذه المنطقة رقم 1 اللي كان فيها السعودية كانت في هذا المكان، بس مو كاتبين أي واحد بالضبط. المهم هذه كل الدول اللي كانت مشاركة. هنا في واحدة مغطينها، ليش ما أدري، في واحد لابس شماغ ورا، أنا ما أدري من أنت بس تراك موجود في متحف الإكسبو. مكتوب هنا أنه لو نحرك هذه 50 مرة وننتظر شوية رح يضيء هذا، فخنشوف. ما ضاء، لعب علينا. وجهد اللي بذلته طيب وين راح؟ أقول شكله خربان. أو شكله مقفلينه. هنا حاطين واحدة ثانية، المفروض لو أدورها 30 مرة راح يتكلم هذا، ما أدري إيش حيقول، بس يلا خلينا نشوف إن شاء الله هذه المرة يصير. 1 20 30، يب ما صار شيء. هذه فيها بعض البنزات والباجات، وفي التكت بعد، هذول المفروض إنهم التكت. هذه قبل شوية كانوا عارضين لها فيديو في الشاشة اللي هناك، تتشقلب مدري ايش وضعها. هنا حاطين صور عشوائية لأيام مختلفة في الإكسبو وعدد الناس اللي حضرت في هذيك الأيام، يعني مثلا في هذا اليوم حضر 124,058 شخص، وهنا في واحد لابس ثوب وشماغ. هذه بعد تفجع نفس اللي قبل. الحين حاولت مرة ثانية أضاء هذه المرة. هنا حاطين بعض الأشياء من كل ركن. هذه من السعودية طبعا، عليها سفن ونخلة ما يحتاج. هذه الغرفة فيها مقتنيات ثانية كانت في الإكسبو، هذا نفس اللي كانوا عارضين صورته في الجهاز من ركن السعودية. هذه صور للأختام حقة الأركان المختلفة، وهذا حق السعودية.
هذا من الأرجنتين، أمريكا، كرواتيا، بس حاطين كيس ملح، ما أدري، غريبة يعني. ليبيا، هذا ملابس الموظفات في الإكسبو، وطبعا كل واحد لي قسم معين، يعني مثلا هذا كان تبع لي تويوتا، وهذا الأزرق لقسم متسوبيشي. البرتغال، هذا الظهر في ركن فنلند كانوا حاطين قسم حق الأطفال، فحاطين كرسي وادي الأمان، بس أحس هذا شيء جانبي، ليش حاطينه في متحف الإكسبو؟ يعني ما له دخل بثقافة البلد. وهذه تعرفوها، كانت تجي على سبستون. هذه الآلة كانت حقت شراء التذاكر، وهنا حاطين الأسعار. التذكرة العادية للي فوق 18 سنة كانت 4600 ين، وهذه أشكال بعض التذاكر. وهنا فوق عارضين صور للأركان، هذه صورة ركن السعودية، هذه كانت على الجدار الخارجي في ركن أسبانيا. حتى هنا في شاشات فيها تعريف للقطع الموجودة، نفس اللي كان في الجهاز اللي هناك. هذه خريطة المكان وقت الإكسبو، فهم كانوا مقسمين الدول على حسب مناطق، فالدول هذه منطقتها كانت هناك في ذيك الجهة، وينطبق على الجميع. وهنا محددين كل مدينة ورقمها. السعودية رقم 57، هذه هنا آخر واحدة في الزاوية، فركن السعودية كان عند هذا المبنى. وهنا في سينما كل نص ساعة في عرض. وبس والله كذا انتهى الفيلم. بس في شيء مره استغربته، البيت اللي في ماينيبر ستر حق مي واخت هذيك، انا توقعت انه جديد انبنى الحين يعني مع الحديقه حقت قبلي، بس طلع موجود من زمان. بعض البوسترات للاكسبو، جزا الله خير اللي سوى البوستر، حرفيا اخذ صوره من كل ركن او كل مكان وحطهم في بوستر واحد. يعني هذول مثلا الناس اللي يشتغلوا في الاكسبو، هذا طبعا جايبينه من استراليا، هذا غالبا بعد واحد كان يستعرض اكله لبلده معينه، وهذا اللي ورا ما ادري ايش كانه قنديل بحر، ما ادري اي ركن كان، بس كان شيء تبع اليابان، ما ادري تويوتا ولا متسوبيشي، المهم كان في هذه الروبوتات اللي قاعده تعزف، وهذه البنت اللي ترقص غالبا انها من العروض. هنا ما ادري ليش كانهم حاطين واحد بعدين كنسلوا السالفه وغطوه. هذول بعد اتوقع تابعين للعروض. هنا في واحد لابس ثوب وشماغ، ما أدري من أنت، بس تراك موجود في متحف الإكسبو. وهنا حاطين شخصية الإكسبو إذا حابين تتصوروا معاها. وبس والله، وكذا ما نقول وداعنا إلى متحف الإكسبو، ولكن إلى لقاء آخر.